اختتمت فعاليات اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامية، وذلك على مسرح الهناجر بساحة الأوبرا المصرية. حفل الختام جاء بحضور عدد من السفراء ورؤساء قطاعات وزارة الثقافة وممثلي الدول العربية والإسلامية. على مسرح الهناجر بدور الأوبرا المصرية أقيمت فعاليات ختام القاهرة عاصمة للثقافة لدول العالم الإسلامي، واللي تضمن على مدار عام أكثر من 50 فعالية فنية وثقافية متنوعة بتعكس تفرد العاصمة المصرية العريقة. ترحيب كامل لمشاركة فنانين من الأشقاء من الدول الأعضاء في المنظمة لمشاركة القاهرة احتفائها بالثقافة بفعاليات متنوعة ما بين الندوات والمسابقات والعروض الفنية والجولات والمؤتمرات العلمية. ولأن القاهرة تستحق الوفاء لأيديها البيضاء، فما توانت الإيسسكو في مساندة أحلام مدينة الأحلام في تطلعها صوب المستقبل، فكانت حلقات التدريب على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على كنوز التاريخ، وكانت برامج المنح العليا في الجامعات لصون التراث، وكان برنامج تأهيل وتكوين المعلمين ذاك الواعد بغد أفضل للعلم وحامليه. الحفل تضمن عرض لفيلم تسجيلي عن فعاليات الاحتفال بالقاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية، ده غير افتتاح معرض مسابقة تراثي للتصوير الفوتوغرافي ومعرض بتنظمه دار الكتب والوثائق القومية، وكمان تضمن الاحتفال توزيع جوائز على عدد من الفائزين. خاصة جائزة تشجيعية عن صورة بيت المعمار، والصوره دي ان احنا كنا خدناها في توقيت بعض الدور كانت ميلان الشمس فيه وجسد الشباب بتاعه المبنى كلها عليه، مقارنه مع بيت المعمار مع وجود المآذن الموجوده في السلطان حسن والرفاعي. طلعت بالمركز الثالث في جائزه في معرض تراثي، مبسوطه جدا بصراحه ان انا شاركت في المعرض ده. الصوره بتاعتي كانت في منطقه الدرب الاحمر عشان انا بحب انزل فوتوكس قوي في المنطقه دي بصراحه، فهناك في باب زويله المأذنه بتاعته بتبين المنطقه من فوق خالص، فوانا طالعه المأذنه كان في شباك مبين جامع المؤيد شيخ، فبصراحه كانت صوره فظيعه يعني. تم اختيار القاهره كعاصمه للثقافه الاسلاميه من قبل المنظمه الاسلاميه للتربيه والعلوم والثقافه، باعتبارها من اهم المدن التراثيه واكبرها في العالم، لانها بتضم عدد كبير من الاثار من مختلف العصور الاسلاميه. جيرمين ابراهيم، التلفزيون المصري.